على الكلام هذا احنا بنتكلم على تقديم تحسين مستمر، فحنتكلم على عدم القيام بأي شيء على الإطلاق مقابل بذل جهد مستمر صغير جدا. حتى احنا عندنا في المبدأ في الإسلام انه قليل مستمر افضل من كثير متقطع، اوكي؟ فنفس المنهجية هذه فكرة كايزن مبنية على انه احنا نقدر نعمل التحسين بشكل مستمر استفيد منه مهما كان صغير. طيب فخلينا ناخذ مع بعض مثال كذا. احنا اليوم على مستوى رقم واحد، فانا الناتج حق شغلي رقم واحد. لو انا وعندي 365 يوم في السنة، فانا لو ما سويت اي تحسين او اي تغيير على مدى 365 يوم حينتهي بي انه انا عندي نفس الناتج، ما حيتغير معايا اي شيء. طيب ولكن لو لنفترض انا كل يوم طورت من نفسي 1%، شيء صغير جدا ولكن انا ماني حاسس فيه، ماني شايف الفرق في الشغل اللي انا اسويه، ولكن انا كل يوم بحسن 1%، اللي حيطلع معايا بعد 365 يوم انه انا حكون افضل ب 37.7 من عشرة عن بداية السنة. فأنا حيكون عندي تغيير كبير وتحسين كبير في طريقة الشغل أو الخدمة اللي أنا بقدمها. فاللي بيحصل إيش؟ تجميع المكاسب الهامشية، إنه إحنا بنحاول نشجع الناس في كل المجالات وفي كل القطاعات في الشركة أنها تحسن. التحسين ما حيكون ملموس، ما حيكون محسوس، فأنت حتلاقي إنه طب أنا ماني حاسس فيه، ولكن على مدى الطويل بينتهي انه انت التحسين بيطلع يكون كبير. فهنا السؤال اللي يطرح نفسه انه احنا لازم نعمل التحسين عشان نوصل للاهداف. كثير من الاحيان لما بشتغل مع الشركات في الدول كثيرة او شركات في قطاعات مختلفة، اللي بيحصل ايش؟ يقول لك احنا ما احنا حاسين، ولكن بعد 6 أشهر او سنة اللي بيحصل ايش؟ يقول لك انا كيف وصلنا لهذا؟ احنا ايش سوينا؟ كيف تحسننا؟ في حاجة حصلت تغيير. هذه كلها من التغييرات الصغيرة البسيطة اللي تمت في مجال الشغل، اللي أدت إلى بعد فترة طويلة إلى أنه إحنا حققنا إنجاز كبير. بنفس الفكرة لو إحنا ما سوينا أي تحسين ولكن أنا بديت أصير أسوأ ب1%، هيطلع معايا نفس الناتج. فإحنا لو ما عملنا أي تحسين وحصل عندي تدهور، التدهور برضو بنفس الشيء. أحيانا كثير شركات تقول لك عندها ماكينات أو أجهزة، يقول لك طب إحنا كيف وصلنا أنه الأجهزة حقتنا صارت خربانة أو ما تشتغل بالشكل هذا؟ لأنه الفكرة أنه إحنا التدهور ما أخذنا بالنا منه وما كنا بنحسن، فانتهى فينا أنه على المدى الطويل وصلنا للمراحل السيئة هذه. فهنا فكرة كايزن نشجع الناس على أنها تعمل التحسينات الصغيرة حتى لو هي مش ملموسة أو حتى لو هم مو حاسين فيها.